السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على الطريق الجديد هذا اللي راح ينشأ بين مدينة تندوف ومدينة زويرات بموريتانيا على مسافة 600 كيلومتر. وهذا الطريق الجديد حيث أنه تم في موريتانيا مصادقة على هذا المشروع من طرف البرلمان الموريتاني، إذن صادقوا على هذا المشروع. الآن ما بقى المشروع هذا إلا العملية تاع التنفيذ، يعني في الميدان، أنه هذا كان النتيجة للأعمال الجبانة التي قام بها أطراف محسوبة ومعروفة بالهجوم على شاحنات جزائرية كانت في طريقها ما بين موريتانيا ومدينة ورقلة بالجزائر. وهذه الشاحنات اللي تم الهجوم عليها على مرتين. إذن كجواب، هذا هو الجواب الشافي والكافي والحضاري اللي تعطيه الجزائر لمن يهمهم الأمر، أنه الآن سيتم تجسيد طريق نحو موريتانيا بعد ما تم انتهاء من طريق نتاع الوحدة الإفريقية بين الجزائر العاصمة ومدينة ليغوس بنيجيريا. إذن هذا طريق آخر سيتم إنشاؤه بين منطقة تندوف والزويرات موريتانيا، وسوف يساعد هذا الطريق على تطوير التجارة ما بين الجزائر والجهة الغربية لإفريقيا. هنا نشوف الاتفاقية التي تمت في الجزائر العاصمة بين الجزائر وموريتانيا، بين وزير الخارجية تاع موريتانيا، وبعد ما تم استقباله من طرف رئيس الجمهورية هو الاتفاق الذي جرى بتاريخ 7 جويلية 2022 بين الطرفين للمضي يعني قدما باتجاه تجسيد هذا المشروع الهام في تطوير التجارة بين الجزائر وموريتانيا، ومن بعد ذلك نحو الجهة الغربية لإفريقيا. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.